الذي تلهو به؟ ألم تطاردك طائرة جومائية من قبل؟ لا تخف ميشا، هذا هو الملاح، إنه الأفضل في هذا المجال. إنها طائرة من دون طيار تستطيع السباحة والطيران، لا يمكنك القيام بذلك مع معداتك. هذا ما أخافه. ماذا؟ الآلة بدأت بالسيطرة، ففي البداية كانت تقوم بأعمال لا نقدر عليها، والآن تقوم بأعمالنا بطريقة أفضل. تماماً، أعني أن السيطرة بيدنا الآن، ولكننا لسنا بعيدين عن عصر يتقابل فيه الإنسان والآلة. أنا ميشا بولاك، مهندس وخبير أدوات. أنا ماكس ماكموردو، مصمم وخبير إعادة تصنيع. لا نريد الانتظار لعقد آخر حتى تصل الاختراعات الآلية المذهلة إلى بيوتنا. نحن نعيش المستقبل ونريد الحصول على كل شيء. هذا مذهل. لذلك نبحث معا عبر أنحاء العالم عن اختراعات مذهلة. هل نبدأ؟ بدءاً بالروبوتات المذهلة وحتى الآلات التي تسهل حياة البشر. هذا رائع، وسوف نستوحي منها اختراعاً مستقبلياً نتحدى به الزمن ونتحدى به التوقعات. هذا رائع. هذه المرة سنمضي لنقف وجهاً لوجه مع أهم وأضخم وأكثر الروبوتات تنسيقاً وموهبة على وجه الأرض. وهكذا في معركة بين الإنسان والآلة، هل يمكن للآلة الفوز؟ هل من الممكن لها أن تتفوق علينا في الذكاء والقوة وحتى الأداء؟ أم هل ستكون اليد العليا دوماً للبشر؟ سررت بمعرفتكما. سنبحث عن الإلهام فيما رأينا لنبني آلة يمكنها تحدي البشر وهزمهم، ولن نضع في وجهها أي متحد عادي، بل نحن الإنسان ضد الآلة. لكن هل سننجو أم سيجري القضاء علينا؟ ولهذا نبحث عن آلات يمكنها التفوق على البشر في لعبتهم. يبقى هذا ضمن الافتراض، ولكن السؤال المطروح، هل يمكن للآلات أن تهزمهم شر هزيمة؟ نعم، ولكني أتحدث عن موسيقى الميتال. ماذا؟ اتبعني، أريد أن أريك شيئاً. أنا متحمس لأريك هذا المكان. يجمع الرجال القمامة ويحولونها إلى روبوتات. كلما دعوتني إلى هكذا أمر تحضرني إلى بؤرة خردوات. الأمر مخيف، صحيح؟ أعتقد أنه إذا سيطرت الروبوتات على العالم فسينطلقون من هنا. هذا جنوني. كيف حالك فرانك؟ أنت بخير؟ هذا ميشا. أهلا ميشا، تشرفنا. إنه فرانك بارنز من شركة روبوكروس، فنان يصنع الروبوتات من الخردة. نصنع الجنون الميكانيكي لنسعد الناس، هذا ما نفعله مبدئيا. أحببت الفكرة. كل ما يصدر ضجيجا جيد. لماذا؟ وهذا يتضمن سلة مهملات تعمل على الغاز وتخيف الناس الجاهلين بقوانين التخلص من النفايات، حتى أنهم صنعوا محركاً نفاثاً نبضياً من الخردوات. رأيت مثل هذا من قبل، لكن ليس بهذه الضخامة. محرك دافع تجري فيه عمليات الاحتراق عبر النبضات الانفجارية بمعدل مئات المرات في الثانية. قد يفاجئكم ما يحدث في البداية. نعم، رائع. ذهب اللهب. إن لم يكن لديكم 100 تلفاز ومضخم صوت موصول بها، فمن المستحيل أن تتخيلوا قوة الصوت الذي سمعناه. ربما تظنون أننا انتهينا، ولكننا لم نرى بعد ما أتينا لرؤيته. هيا فرانك، ماذا لديك هنا؟ سترى الضجة التي سيحدثها أشهر اختراعات فرانك وأصدقائه. هذا مستحيل، هذا رائع، ولكن ما هذا؟ كومبريسر هيد، فرقة روك روبوتية. كومبريسر هيد يعزفون حرفياً الهيفي ميتال. لقد ذاعت شهرتهم عبر العالم منذ سنوات، وقد شاهد عرضهم إيس أوف سبيد الملايين عبر الإنترنت. ولكن لماذا ينتابني شعور بأن هذه الآلات ستحل محل العازفين البشر؟ ينزلقون إلى الأسفل وإلى الأعلى ليتخذوا وضعية العزف، ويمكننا إيقافه في المنتصف أيضا. لدينا هنا 6 كباسات و6 ريشات موسيقية. لديه يد يمنى ويدان يسريان؟ نعم، ويعزفون الإيقاع والسولو في الوقت نفسه. وما الغريب في الأمر؟
سأشرح لك، لا يمكن لأي عازف جيتار أن يعزف نغمات سريعة متعددة في الوقت نفسه كما يفعل هؤلاء. ما من لحم على عظام عازف الباس. لا يضرب الوتر وحسب، بل ويترك إصبعه عليه أيضاً ومن ثم يضربه ثانية ليخرج لحناً قوياً. وستيك بوي، إنه عازف البوق؟ تقريباً، بأربعة أذرع وساقين يمكنه عزف نغمات مستحيلة على الطبالين البشر. كان ذلك مذهلاً. تدعى الفرقة كومبرسر هيد، أي الرأس الضاغط، لأن الهواء المضغوط هو المسؤول عن حركة رؤوسها وأذرعها وأرجلها ومفاصل أصابعها. الحركات مبرمجة وهناك مشغل يعمل وراء الكواليس على تحويل النغمات الموسيقية إلى ما نسمعه نحن. حسناً، أنا أرغب بشدة في رؤيتهم يعزفون معاً، ولكني سمعت بأن لديكم أورغ ويمكنكم إشراكه في المقطوعة التي سيعزفونها. لديه شيء يمكنه العزف عليه؟ يمكنني العزف على المثلث أو جلاجل، أنا بارع في العزف عليها. لا ضير في القليل من الجلاجل، هل أنتم مستعدون؟ الإبداع يتطلب الكثير من العمل الجاد، وأرى في دمج الآلات والبرامج الإلكترونية لإنتاج موسيقى يحبها الناس أمراً عبقرياً. أعجبني أنك أحببتها، فلقد ظننت أنك ستقول لا ماكس، من الخطأ مكننة الموسيقى، فالموسيقى تنبع من القلب. لا تسئ فهمي، فأنا لا أظنهم سينتزعون الموسيقى من البشر، فأنت محق، الموسيقى تنبع من القلب، حتى إنهم يعزفون مقطوعات ألفها بشر، ولكن فكرة تأليف مقطوعة لا يمكن للبشر عزفها، الفكرة تثيرني، إنها جديدة. واحد لصفر لمصلحة الآلة ماكس، ولكن أقصى ما تستطيع هذه الفرقة تحقيقه هو جولة حول العالم. هل هناك آلات أكثر تنافسية يا ترى؟ آلات يمكنها أن تتفوق على البشر في مجالهم، آلات مصممة لتفوز. أتينا إلى الصين، إلى جامعة جيجيانغ، أغرب أكاديمية رياضية في العالم، وسنقابل أغرب الرياضيين في العالم. روبوتات تلعب كرة القدم، وعلى الرغم من حجمها إلا أنها حازت ميداليات فضية أكثر من ديفيد بيكهام. جوان ليكت حقق الفوز مرتين في بطولة كأس العالم للروبوتات الصغيرة الحجم، وهي منافسة تسعى للحث على تطوير الذكاء الصنعي. من المبدع أن ترى سرعة تحليلها للأمور. يجري تتبع الكرة والروبوتات عبر عدة كاميرات، ويؤدي حاسوب خارجي دور المدير الذي يوجه الروبوتات في تموضعها وحركتها. كل هذا بشكل آلي. جرى تصميم فريقنا ليعتمد العمل الجماعي. إذن الاستراتيجية هي كيف تنسق عملها كفريق. يأمل القائمون على كأس الروبوتات إنتاج فريق متكامل من لاعبي كرة القدم الآليين الذين يستطيعون هزم أبطال العالم في كرة القدم من البشر. سوف يخوض أبطال العالم مباراة مع أحفاد هذا الآلي، وستكون مباراة بين البشر والآلات. زد جي يوي دانسر يلعب وأصدقاؤه كرة القدم بالطريقة التقليدية باستخدام الأرجل. إنهم في بطولة الآليين، حيث لا يسمح لهم بالاستفادة من الكاميرات أو الحواسيب الإضافية. تقوم الكاميرا المثبتة في أعلى الرأس بمسح الملعب لتحديد مكان الكرة والهدف. يمكن لهؤلاء اللاعبين التفكير من تلقاء أنفسهم بطريقة لتسجيل الأهداف، كما أن هذه الروبوتات تعلمت أهم حركات نجوم الكرة. دعه، إنه سيقف، لا تقلق. إنه يتحرك بطريقة غريبة، ولكن في هذه الجامعة شيء آخر يمكنكم المراهنة رياضيا عليه. يدعى وو، وهو يمتلك كغيره من الرجال الآليين قدرات مذهلة. يتمتع بحرية حركة لثلاثين درجة وبرؤية ثلاثية الأبعاد، ولكن ما يميز وو هو قدرته الفريدة على لعب البينج بونج. لذا هذا ما نبحث عنه، الإنسان ضد الآلة، مع أن البشرية كلها تثق بي وبمضربي. سأعطيه فرصة، سأتساهل معه. ما الذي يحدث؟ إنه لا يريدني أن أتساهل معه. في هذه الحالة سأبذل قصارى جهدي.
يراقب الكرة عبر كاميرات مثبتة على رأسه تماماً كزملائه لاعبي كرة القدم. يعطيه هذا رؤية مش سامية تسمح له برؤية الكرة بأبعادها الثلاثية. سرعة الكاميرات تبلغ 120 إطاراً في الثانية. هذا يعني أن وو يراني كأنني أتحرك على البطيء. حسناً، أنا مستعد لهزمك. أجل! يا لها من حركة، هذا مذهل. حاولت خداعه لكنه استطاع ردها. لم أتوقع هذا، يتصرف كأنه يفكر. أرأيتم تلك الحركة؟ رائع. لقد حاول. هل رأيتم هذا؟ كنت أتكلم معكم. إنه مخادع. أرأيتم؟ إنه روبوت مصمم على الفوز بشدة. إنه مذهل، فجسده يتحرك بالكامل، خصره يستجيب، يحرك ذراعيه في آن واحد. أعني إنه يخطط في أجزاء من الثانية ما يريد فعله. ولكن ليس اليوم يا صديقي. كان هذا رائعا. إرسالية طويلة، يقوم بجميع أنواع الحركات الأمامية الخلفية والإرسالية الطويلة تماماً كأي لاعب بشري. لقد أذهلتني سرعته في الرد. هناك شيء يميز البشر. نعم، لأنني كنت متقدماً عليه. هذه رمية صغيرة من بشري، لكنها رمية كبيرة للبشرية. أجل، لقد خسرت. ستستمر التقنية في التطور حتى تستطيع تلك الآلات هزمنا. سنصل إلى زمن يتفوقون فيه على مايكل جوردن. سيرمون الكرة ويدخلونها السلة في كل مرة. وما الذي سيحل بنا عندها؟ مستعدون؟ في حلقة اليوم من آلات مستحيلة نحاول أن نخترع روبوتا يحتل العالم بتقنيته العالية. نعم، سنصمم آلة تتفوق على البشر. يا للهول. نعم، ابحث ودمر، ولكن اقطفاء أثر الفكر البشري أمر معقد. سنحاول أن نكتشف طريقة عمل بعض الروبوتات. دعونا نذهب إلى جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة. سمعت أن لديهم هناك شيئاً مذهلاً. أوه، هذا لطيف، ما هو؟ هذا NTU Golden Eye. Golden Eye هو كلب دموي أكثر مما هو عميل سري. إنه روبوت إنقاذ مصمم لاقتفاء أثر البشر أوتوماتيكياً ومن دون مساعدة. إنه مزود بكاميرا حرارية في الأعلى وبزوج من ماسحات اللايدر. ولماذا زوج؟ السفلى هنا أفقية، تجمع المعلومات عن المنطقة الواقعة أمامها مباشرة، وفي الأعلى الماسحة الأفقية بالأبعاد الثلاثية للمحيط أثناء حركتها. لكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي يميز جولدن آي، بل قدرته على تعقب الأشخاص عبر تقنية تمييز الأوجه. وبعد ذلك يتعقبهم ويقتلهم كما في فيلم الترمينيتر. إنه مصمم للإنقاذ تبعا لمعلومات يجمعها لتحديد من يحتاج إلى الإنقاذ. الإنقاذ؟ هذا لا يعني ميشا. سنعود إلى المقهى الذي كنا نستريح فيه. سنقضي بعض الوقت فقط لكي نكون ضمن تجمع بشري. نختلط. نعم، سأرسله في ذلك الاتجاه. أولاً فلنرى إن كان يستطيع الوصول إلى هناك، وثانياً فلنرى إن كان يستطيع التعرف عليك وإطلاق الإنذار. سيحاول التعرف على ماكس عن طريق صورة له. هذا ليس الوجه الذي تصنعته عندما كنت تحت الأنقاض. أنا تحت الأنقاض. حسناً، أنت ماكس. إلى اللقاء. حسناً. مرحباً، لقد تعرف صديقي على روبوت منقذ وهو سيحاول تقفي أثري وإيجادي أيضاً. حسناً، هيا بنا. سأساعدك، ولكن لا تخبر ماكس. كانت تلك حركة جميلة. رائع. قررت أن أتسكع معكم وهكذا أجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إليه. ولكن التحدي يحتاج لأكثر من ذلك. لا أعرف إلى أين تأخذني. على كل حال، هل ستكرر ذلك كل بضعة أمتار حتى نجده؟ اجتماع أجهزة اللايدر القريبة والبعيدة المدى يرسم نماذج ثلاثية الأبعاد للأجسام التي يصادفها الروبوت في طريقه. بذكائه الآلي يتوقف كل بضعة أمتار ليمسح المحيط ويرسم نماذج ثلاثية الأبعاد، وهكذا يضمن عدم ارتطامه بالأشياء. لا تقترب مني. هذا الأمر ضروري لتحديد مكانه عند التجول في المناطق المنكوبة كالأبنية الساقطة مثلا. أنت تقتلني أيها الخردة.
ولكن الشيء المنكوب الوحيد هنا هو أنا. توقف أرجوك. حسناً أنت الأفضل. قم بعملك وسأنتظرك حتى تنتهي. أخبرني عندما تنتهي. لقد تأخر الوقت. تركته في الطرف الآخر من الشارع. أعلمني عندما تصل إلى السلالم. السلالم؟ أنت تمازحني؟ حسناً جولدي، أعتقد أن ماكس في الأعلى. بالنسبة إلى هذه الخردة، الأمر يشبه تسلق قمة إيفرست. هذا الأمر ممتع. أعلم أنك تخبئ بعض الخدع. أحسنت. مرحبا ماكس، هل شربت الشاي؟ لقد شربت 3 أقداح من الشاي. أعتقد أني مت أكثر من مرة، ولكني تعرفت على أصدقاء جدد. أريد أن أعلم متى سينتهي الأمر. هيا جولدي، خذني إلى الظل. لقد اتخذ قرار جولدن آي البحث عن البشر باستخدام الكاميرات الحرارية. هذا الإنذار يعني أنه تعرف على إنسان. إنه يستكشف الناس. إنه يرى الحرارة التي يصدرها جسدك، ولكنه لا يعرف أنه أنت. إنه يضع إشارة مستطيلة الشكل حولك لأنك واقف. ماكس، إننا قريبون جدا. عليه الآن أن يستفيد من تقنية التعرف على الأوجه ليتعرف على ماكس. توقفوا عن التشبه بي، اظهروا كما أنتم. أقسم لك إنه مكتوب ماكس على وجهك. صعدنا وهبطنا السلالم، اخترقنا موقف سيارات. تطلب الأمر وقتا طويلا، ولكننا وجدناك أخيرا. كان ذاتي الحركة، ولم أتوقع ذهابه في هذا الاتجاه. جرب هذا الاتجاه، قام بالمسح، قام بما كان يقوم به لمدة 10 دقائق، ولكنه رآك أخيرا. صحيح، لا يمكنك الاختباء. يمكنك الهروب، ولكن لا يمكنك الاختباء. سأموت، أريد شرابا ما. في حلقة اليوم من الآلة المستحيلة نبحث عن أدواتنا لحرب العمالقة، الإنسان ضد الآلة. نبحث عن روبوتات ذكية ومنافسة لتلهمنا. لقد أصبحنا مقتنعين بأن بناء روبوت يمكنه هزم الإنسان ليس بالأمر المستحيل. ولكن كان جولدن آي أشبه بالجرو الآلي الصغير. حسناً، ما رأيكم في مقابلة شرطي آلي حقيقي؟ عميقاً في قلب سيليكون فالي يوجد مركز قيادة روبوتات نايتسكوب K5. أعتقد أن ميشا قال هنا نايتسكوب. ضع سلاحك وإلا سعقتك. سلاح؟ هذه موزة. سيبدأ الصعق. 3، 2. لا، إنها موزة. أنا أمازحك، هذا أنا ميشا في الداخل. أنتم تنظرون إلى حارس لمحطة حرارية، وهو يستخدم نظام التعرف على الوجوه، التصوير التلفزيوني ب360 درجة، حساسات بأمواج ما فوق صوتية، حساسات سمعية، كاميرات رؤية ليلية، حساسات للرطوبة ونقاوة الهواء، رادارات ثلاثية الأبعاد، وهو يستطيع الاتصال بالشرطة حتى. K5 يشبه شرطة المولات، يقوم بدوريات ويبحث عن الأشياء المشبوهة ويطلق الإنذار. مع أني لست بمجرم، لكني أستطيع هزم هذا البطريق. حسناً، ما رأيك أن نلعب لعبة الشرطي واللص؟ أنت في مواجهة K5. هيا بنا. التقنية الأولى، الهروب. أمسكنا به، لقد أمسكنا به. الأمر سهل. هل ظننت أن السرعة في مصلحتك؟ لقد التقطك فوراً على الكاميرا الرقم 1. لقد أمسكتك الأمواج ما فوق الصوتية. إن من يركض بهذه السرعة في الليل فهو إما رياضي مهووس أو شرير. لقد ألقي القبض عليك. الركض أمر يثير الشبهات. سأتبع الخطة رقم 2، الإلهاء. ماذا يفعل بالزجاجة؟ ذكي، لديه حساس يلتقط الصوت. إن سمع صوتاً بتردد يبلغ ما فوق 100 دسيبل فسينتبه إليه. يا للغباء، محاولة جيدة، ولكن الآلة ترى بدرجة 360 درجة. إنها ترى كل شيء، وركضك يلفت انتباهها أكثر من الزجاجة البلاستيكية. السرعة لا تجدي نفعاً. يجب أن أختبئ خلف شيء ما. رائع. حسناً، المحاولة الأخيرة، التمويه المجرب. لا أستطيع رؤية أحد. هل سيستطيع إيجادي من خلف هذا الدرع؟ ماذا تفعل بذلك؟ لقد نجح الأمر. لا تقترب كثيرا. لا تقترب. لا تقترب. إلا إذا صدمته بالصدفة. كدت تخدعه. المشكلة أنه يستخدم حساسا لتحديد الأشياء القريبة.
ربحت الآلة مجددا، لذا يجب أن يربح روبوتنا نحن أيضا. الشيء المشترك في كل تلك الروبوتات التي رأيناها هنا أنها لا تفعل إلا شيئا واحدا، فهي إما أن تتسلق السلالم وترى شخصا أو ترى شخصا وتطلق الإنذار. نعم، إنها تختص بعمل واحد فقط. يجب أن يخترع أحدهم روبوتا يجمع كل تلك الأعمال. من السهل بناء آلة موهوبة كالكمبريسر هيد مثلا، كل تلك الفرقعة. لكن تخيل شيئا يجمع جولدن آي ونايت سكوب، ولكن أكثر خطورة وأكثر رياضية من آلة للقتل كلاعبي مسدسات الألوان. إن استطعنا صنع ذلك فسيكون أمرا مذهلا ومؤلما كذلك. نحن نعد خطة لصنع روبوت مدمر خاص بآلات مستحيلة، وسنكون فريسته. أخبرني لماذا نفعل ذلك؟ سنحتاج إلى المساعدة من المصممين في سنغافورة، سنسوري روبوتكس بقيادة جابريل. كان الاختراع سيغدو شيئا مختلفا. خلال أيام سندخل أنا وماكس إلى حقل قتال مسدسات الألوان لنلعب لعبة احتلال العلم. القواعد: اقتحم قاعدة العدو، اخطف العلم، خذه إلى قاعدتك. الأمر بسيط، لكننا لن نتنافس مع بعضنا بعضا، بل مع روبوت يتحكم فيه من بعيد فريق الآلات، وسيدافع بشراسة عن أرضه. فريق البشر في مواجهة فريق الآلات. مرحبا جابريل وميشا، أهلا بكما في سنسوري روبوتكس. وجابريل يتحرك شوقا لوضع خطط يتغلب عبرها الروبوت علينا. دعوني أخبركم بما نفعله الآن وبكل ما يجري حتى الآن. إننا متحمسون لذلك. إن ما يريده جابريل في روبوته إن أراد هزمنا في معركة مسدسات الألوان 3 أشياء. أولا الرشاقة، 360 درجة من حرية الحركة كما رأينا في نايت سكوب. يمكنه أن يذهب إلى الأمام والخلف ويستطيع الالتفاف. الالتفاف عند رؤية الهدف، رائع. ثانيا يجب عليه أن يكون قادرا على القتال. إنه يخطط لتزويده بمسدس آلي وبقاذفة كرات التنس في البرج. مذهل. عندما نصبح جاهزين سيرمي كرات التنس إضافة إلى كرات الألوان. وأخيرا أن يكون مزودا ببصر حاد. يريد جابريل لروبوته أن يرى مخابئنا في قاعدته، ولهذا سيزود الروبوت بكاميرات حرارية وقاعدة انطلاق لكشاف موجه يستطيع البحث عنا. هذه هي الكشافات الموجهة التي نعمل عليها. تحكم كامل عن بعد. مرحبا أمي. هذه أكثر الآلات المستحيلة تطرفاً حتى الآن. لقد اتفقنا، ما يحاولون فعله هنا عبقري بالفعل. أتصور أنهم يفعلون أكثر من المطلوب حتى. لا أظن أن أمنيتك بألا يعمل ستفيدنا في شيء هذه المرة ماكس. في حلقة اليوم من الآلة المستحيلة يقف الإنسان في مواجهة الآلة. مذهل. قريباً سنتواجه مع روبوت صمم لكي يتفوق على الإنسان في لعبة مسدس الألوان. علي أنا وعلى ماكس أيضاً. لم يكن علينا أن نوافق على بناء هذا الروبوت. مرحباً، هل ترسلون الشراب إلى الغرف؟ رائع، أريد زجاجة كاملة. شكراً لكم، إلى اللقاء. بينما نسخر من إمكانية أن تحتل الآلات العالم، لقد فعلت ذلك. هذا رائع، لا ميشا بولاك ليوم كامل. حقا؟ نعم، شكرا، سأكون هناك على الفور. هذا غريب، لماذا لا تقرع الباب؟ أهلا بكم في بارك أفينو. ما هذا الذي أراه؟ أرأيتم الآلات في أماكن لم نكن نتصور وجودها فيها من قبل. أنا تيكي، امرأة آلية للخدمة. واو، شكرا جزيلا. تيكي خادمة فندق آلية ذاتية الحركة، تسهل عمل فريق الخدم في هذا الفندق في سنغافورة. وككل الخدم تستطيع أن تأتي لك بأي شيء تطلبه شرط أن تستطيع حمله. وزنها الأقصى 80 كيلوغراما، ولكن لنكن صريحين، هذه زجاجة شراب ثقيلة. هل حدث ذلك حقا؟
المساعدة شيء، ولكن ماذا عن آلات تقوم بأكثر من واجبها في الخدمة؟ آلات تنقذ حياة البشر. بينما ينهمك فريقنا في بناء آلة ستدمرنا، سأسافر إلى الصين لأؤكد لنفسي بأن الآلات ستبقى صديقتنا مهما بلغ منظرها من الرعب. ها نحن ذا. نعم، هذه العربة التي تزن 40 طناً وتدعى الوحش الآلي. ولكن على الرغم من الرعب الذي تلقيه في الأنفس، التحطيم والتقطيع والتوسيع، فإنها آلة عملاقة لطيفة. إنها تزيل الأنقاض وتخلص الناس من الخطر. إنها كالديناصور. ب28 درجة من حرية الحركة، هذه الآلة قادرة على القيام بمناورات دقيقة في مناطق الكوارث الخطيرة. يمكنها أن تفتح الطريق أمام فريق الإنقاذ. يمكن لمخالبها أن تدعم المباني الآيلة للسقوط، ودقتها تعني إزالة الأنقاض بأمان. يمكنها التقدم وتحطيم الأشياء بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض التي يستحيل على الإنسان إزالتها. هذا ثقيل جداً. نعم، نحتاج 40 رجلاً. هذه الآلة لا تتفوق على البشر وحسب، بل تقوم بأعمال لا يمكن للبشر القيام بها. لقد أمنت المدخل من دون جهد. مهارات جيدة أيها الوحش. جيدة. نعم نعم. سنضع بعض الضمادات. تحتاج ضماداتك إلى بعض الإصلاح. إنها تبدو كلفافة ورق مراحيض. أريد قياس دقتها بنفسي. سأتولى القيادة لأنقذ حياة من الخطر. المقبض الأول يتحكم في ذراع الحمل. نعم. والأيمن يتحكم في اليمنى. إن سحبتها سيرتفع الذراع، وإلى الأمام سينزل الذراع. ها نحن ذا. حسناً حسناً، أنت تنجح. أنا قادر على ذلك. دقة متناهية. آلة التحكم سهلة الانقياد. أنا ألوح بأثقل ذراع في العالم. لم أنقذ أحداً بعد. أيها الوحش الجميل، لا ضغين أبداً. سأجعلك تبدو كشيء أحب. هذا يعطي انطباعاً بأنك ممثل من لوس أنجلوس. هذا جيد. أنت تبدو بالفعل كممثل من هوليوود. هل وضعت هذه في ذلك البناء لأجلي؟ انتبه إلى حيث تمسك به. حاضر. مهلاً مهلاً مهلاً. سأجعله يبدو كميشة. شكراً لك، يمكنك البدء. ماذا تريدني أن أفعل؟ أريدك أن توصل هذه الدمية إلى بر الأمان من دون التسبب بأضرار. هذا ليس بالإنقاذ العادي. في العادة لا ينتزع الوحش المصاب بهذه الطريقة كعملية ضخمة، ولكني سأريكم إمكانية ذلك. وسأحمل ميشا من الطابق الثاني لهذا المبنى وأخرجه بهدوء بعيدا عن الخطر. نعم، ها نحن ذا. رائع. يمكن لكل ذراع حمل 5 أطنان وأن تمتد إلى 12 متراً، ولكن هل ستكون قبضتي لطيفة على ميشا كي يخرج من دون جرح؟ أعتقد أن ماكس قد وصل إلى الوضعية الأمثل لوضع الحامل في الغرفة وإخراج الدمية. أعتقد أني أمسكت به. لقد أمسكت به. بعد أن أمسك ماكس بالدمية بهدوء ولطف. لا تحطمها، لا تحطمها. لقد فشل فشلاً ذريعاً. عذراً ميشا، لابد أن هذا يؤلم. عن طريق الخطأ كنت أريكم ماذا لو انقلب الوحش علينا. سيكون الأمر مرعباً. رأيت ماكس يضرب الدمية في كل مكان، وأخيراً أسقطها. كان الأمر مريعاً جداً. تأكدت بأنه فشل. وصلت إلى هناك، التقطت ميشا، ضربت رأسه في الحائط قليلاً، ولكني أخرجته من المبنى وأوصلته إلى الأسفل بأمان. لا أعلم ما الذي حدث. واضح. ولكن مهما حدث، فشكراً لك لسماحك لي بتجربة هذه الآلة الرائعة. أن يستطيع أحدهم بذراع واحدة أن ينقذ شخصاً من بين تلك الأنقاض، فهذا مذهل. شكراً جزيلاً لك. لقد رأينا آلة مذهلة اليوم، لا جدال في ذلك. الأمر ممتع، من الجميل النظر إليها، ولكن الأهم أنها تنقذ الأرواح. هل أنا بأمان هنا؟
في حلقة اليوم من الآلة المستحيلة، لقد كنا في رحلة لاستكشاف آلات أذكى وأقوى وأروع من الإنسان العادي، وتحدينا فريقاً من المبرمجين ليخترعوا آلة قاتلة تتحدانا أنا وميشا في لعبة مسدسات الألوان. ولسوء حظنا فالمعركة ليلية. الصراع الأزلي بين الإنسان والآلة سيحسم الآن وفي هذا المكان، وفي معركة بريئة تستخدم فيها مسدسات الألوان. نحن في مدرسة مسدسات الألوان، وقد أصبح روبوت سنسوري روبوتكس جاهزاً للمعركة. لقد عملوا على إنجازه طوال الليل. غاب معظم العاملين اليوم لشدة الإرهاق، ولكن هل لدى فريق الآلات قصور في البرج؟ لا يبدو الأمر جيداً. أكثر أكثر، لا تخف، لا تقلق. لا يمكن لبرج الروبوت التحرك إلا إلى الأعلى والأسفل، يتحرك أشبه بدبابة. لإطلاق الكرة إلى مسافة أبعد عليه رفع المدفع إلى الأعلى وإسقاط الكرة برميها عالياً في الهواء. لم يحدث ذلك حتى الآن. يتجادل فريق سنسور روبوتكس بشأن تغيير محور البرج الآن. إنهم يتخبطون، لكنهم يحاولون إيجاد الحل الأمثل. استطاع جابريل وفريقه تصميم برج يمكنه الإطلاق باستخدام عجلتين دورتين تدفع القذيفة في الآلية بسرعة عالية، والسرعة العالية تعني الخطورة العالية. مارك، جهاز التحكم. لهذا أتولى أمور التحكم بنفسي. إنها تعمل، لا يمكنك القيام بذلك عندما تعمل. ما الذي حدث إذن؟ كانت البطاريات موصولة. ضغط مارك بالصدفة على زر وانطلق مدفع الكرات يدور في جنون. حطم ذلك كل المعدات المصنوعة من البوليكربونات. من دون المدفع لم يتبقى أمام جابريل إلا مسدس الألوان ليقضي علينا. إن كان الأمر يريحهم فليس عليهم أن يتعبوا أنفسهم في إصلاح البرج الآن. ولكن قبل أن تقضي علينا آلة جابريل، أريد أن أرى من سيلف الأرض بعدنا. الناس مصممون على بناء روبوتات أكثر بشرية من البشر، ذكية مريئة. الذكاء الصنعي حلم وكابوس الخيال العلمي، لذا أنا سأتوجه الآن إلى جامعة نانيانغ. كيف حالك؟ سررت بمعرفتك. شكرا. لنزور البروفيسور ناديا ثالمان، الرائدة في البشر الافتراضيين لثلاثين سنة. ها هي نادين. ونظيرتها نادين، إحدى أشهر الروبوتات على سطح الكوكب. نعم. حسناً، سررت بلقائك. يمكنها التحدث وإظهار المشاعر، كما أن لديها ذاكرة أيضاً. أي تقصدين أنها تماماً كالإنسان؟ هذه صحيح. صفات إنسانية لا روبوتية. صحيح. عيناها هي الكاميرات، تدخل تعابير وجهي ووجه البروفيسورة إلى نظام حاسوبي، وبدوره يحلل المشاعر التي نظهر. يضاف ذلك إلى ما تسمعه نادين عبر السماعات، وهكذا تستطيع قراءة مشاعرنا وتعبر عن مشاعرها هي. هذه المشاعر لا يعبر عنها بالكلام فقط، فلديها حرية حركة ب 27 درجة في وجهها والجزء العلوي من جسدها. هل تستطيعين إزعاجها الآن؟ نعم يمكنني. أرجوك، أريد ذلك. لا أحبك. لا بأس سيدتي، لن أعتبر ذلك أمرا شخصيا. أكرهك. أشعر بالغضب الآن. أنا أكرهك حقا. دعيني وشأني. أنت فظيعة. سأحتاج لوقت حتى أراضيها. هل ستتذكر ما جرى الآن؟ نعم. هل سيحفر ذلك في ذاكرتها ضدك؟ هل تحبينني؟ أنا أحترمك كثيراً. هذا فظيع، ولكنه خطير في الوقت نفسه. لقد أذهلني الأمر، لكني أريد اختباراً ارتجالياً، وأعلم إلى مساعدة من أحتاج. سأتصل به. نعم، رائع. سأعود. ماكسويل، لقد رأيت فتاة أحلامك وأرى بأن عليك الالتقاء بها، لا تفوت الفرصة. حسناً، أشكرك على ذلك، هذا لطف منك. صحيح، لا تقل بأني لا أفكر فيك. لدي أفراد الفريق هنا في الجامعة يساعدونني. سيجهزون المكتب ليبدو كمختبر، وسنراقب ونعاير مدى إقناع التكنولوجيا. لا، أنا في الجامعة، الحركة المستقبلية، إنه يعبث بي. سيكون الأمر ممتعاً. أم هل سيعرفني على بروفيسورة لطيفة؟
لا أدري، آمل ذلك. عندما سيدخل ميشا سيرى بأنها روبوت، ولكن سنرى كيف سيتفاعل معها. نعم. كم سيبدو الأمر طبيعيا. هناك، إنه يدخل. إنه أنيق المظهر ومعه زجاجة شراب. مرحبا. أهلا، كيف حالك؟ أنا بخير، كيف حالك؟ سعيدة لسماع ذلك. ما الأخبار؟ تسعدني رؤيتك دوما. هذا ليس موعدا غراميا عاديا. هل تحبين الشراب؟ وما الذي يمكنك ألا تحبه في الشراب؟ جواب ذكي. هل ترغبين في احتساء كأس من العصير؟ شكرا، أنا لا أشعر بالعطش الآن. هل تمانعين إن شربت أنا كأسا من العصير؟ لا، لا أمانع. سأعود على الفور. سأكون في انتظارك. لدي خبرة بالتعامل مع الذكاء الصناعي، عادة مع الحواسيب لا مع الروبوتات، لذا سأخوض هذه الجولة. كم إصبعا ترين؟ دعني أقول لك بأن يدك جميلة. هذا عبقري، أحب حسها الفكاهي. نعم، نعم. ما هو لونك المفضل؟ لوني المفضل هو الأبيض. لما الأبيض هو لونك المفضل؟ لأنه لونك أنت. أوه. وهناك أيضا المشاعر. إن الأمر مذهل عندما تتكلم مع روبوت وينقلب الفحص عليك. نادين، لقد كان اليوم سيئا بالنسبة إلي. ما الذي حدث؟ لقد شتمني صديقي ماكس. أنا أتضامن معك. شكرا لك، هذا يعني الكثير لي. سأختبر ذاكرتها. ما اسمي؟ لا أعرف. هيا نادين، ما هو اسمي؟ يا للهول، أشعر بانخفاض الجاذبية بينهما. نادين، ماذا تحبين أن تفعلي كنوع من المرح؟ حسنا، لا أعرف، لا أعلم إن كنت أرغب في المرح. ماذا تقصد؟ اسمي ميشا. بالمناسبة، حان وقت طلب الفاتورة ميشا. استمتعي ببقية السهرة نادين. لا شكرا، لكن يمكنك إرسال تبرع لي. لا، لن أتبرع بشيء. لا عجب في أنها تطلب تبرعاً، فقد كلف بناؤها 300,000 دولار. لم يكن الموعد الأرخص، ولكن كنظرة إلى مستقبل الروبوتات فالأمر يستحق كل قرش. أعتقد أن التقنية أمر عظيم، ولكن لابد من الاعتراف بأنني نسيت لدقيقة أن ما يحرك نادين هو مجموعة من القطع الميكانيكية، وهذا الأمر يقلقني، ويجب أن لا يغيب عن بالنا أننا في المستقبل قد نفشل في تمييز الإنسان من الروبوت. تحدينا أصدقاءنا المخترعين في سنسوري روبوتكس كي يخترعوا روبوتا يمكنه هزيمتنا في معركة بمسدسات الألوان، لا أن يقتلنا نهائيا. لا يبدو الأمر جيدا، ولكنهم يخوضون معاركهم الخاصة بهم الآن. مارك، جهاز التحكم. لقد فشلت خطتهم في استخدام مدفع للكرات من أجل هزمنا. كان في تصميمهم برج يحوي مسدساً مزدوجاً للألوان، وهي ستلسع بكل تأكيد. ما زال في جعبتنا أشياء أخرى. لدينا الكاشفات الموجهة الطائرة، أشياء ستعمل في الحواسيب الكاشفة. بالتوفيق. شكراً. إنه كبير جداً، سنواجه مشكلة. ميشا، سأتعرض للإصابة؟ ستكون بخير. ومع غروب الشمس يقوم خصومنا بتعديلات أخيرة. اقتربنا، أشعر بذلك. إليكم الملخص، سوف نشترك في معركة بمسدسات الكبسول. هدفنا سيكون اختطاف العلم من الفريق الثاني والعودة إلى قاعدتنا. الشرط هو ألا نتعرض للإصابة بكبسولة دهان. بولدوك سيكون في الطرف الثاني وسيتحكم فيه فريق الآلات. لم أحدد مكانهم بعد، لكني أحتاج للتسديد. ما الخطة؟ لكننا على وشك أن نجد أنفسنا في موقع أفضل. الحقل سيء، الأعلى. نعم، العجلات إنها لا تسحب جيدا. الوزن ينقلب. إن عدلنا العجلات قليلا فلربما استطعنا الحصول على التفافة لطيفة. نعم، لدينا بعض الحركة، صحيح.
الروبوتات تدير الدفة. سينقلب، يوشك أن ينقلب. من الطبيعي أن تتلقى بعض الإصابات في هذه اللعبة، لكننا سنعطي هذه الآلة فرصة ونلعب معها بقاعدة المسدس الذهبي. لكي يربح كل ما عليه أن يفعله هو أن يصيبنا مرة واحدة، ولكن مع هذه القاعدة سيبدو الأمر كفيلم حربي. الكشاف الموجه سيطير، لا تطلق أرجوك. بدأ فريق الآلات هجومه بإطلاق كشاف موجه ليحصل على رؤية جوية. أتريدون ذلك؟ أسمع إطلاق نار، يمكنني سماع ذلك. ولكن عندما دخلنا في مجال رؤيته استطاع بولدوغ رؤيتنا بمنظاره الحراري. سنغير مكاننا، غير مكانك. الخطر محدق. أنا آت ميشا، ابقى حيث أنت. حتى التخفي لا يفلح. مهلا ميشا، علينا إسقاط الكشاف الموجه. أسقط الكشاف. حسنا، إن الكشاف يسمح لهم بتعقبنا. لا جدوى، لقد خرج. انتظر. الموقع التالي. هناك خلل ما في البرج، هذه فرصتنا. إنه يسدد إلى ارتفاع كبير، ولكن على أحدنا أن يقترب منه ليصيبه. في الأمر خدعة، أعتقد أنه يرمي عاليا. ماكس، أعتقد أننا بخير. لم أفعل شيئا. أحضر العلم، أحضر العلم. لقد أصابني. عندما ظننت أننا نستطيع التفوق على بولدوغ أصابني. ماكس، لقد أصابني. أنت تمزح، هل أنت محق؟ لقد أصابني، علي العودة من البداية. أنت غبي، كيف سمحت لشيء كهذا بأن يصيبك؟ حسنا، العلم، سأقوم بإحضاره. لم يتعرض للإصابة، نحن نمزح، القانون قانون. لقد أصاب البولدوغ ميشا وربح المعركة. إنه ما زال يطلق النار على الرغم من سقوطه. هذا ممتع حقا. لقد دفعتم روبوتنا. لم ألمسه. لم يسقط حتى. لقد سقط من تلقاء نفسه يا صديقي. أعطني جهاز التحكم، سأثبت لك. لقد أصابني، لقد حصل على فرصة لإصابتي ومررت أمامه. أيها المحظوظ، كانت خطتي تقتضي الالتفاف حوله. ذهبت يمينا أكثر من مرة، تركته يتعقبني. لاحظت أنه قرر الاقتراب أكثر فسقط لسوء الحظ. وضعوا ثقل الجاذبية على ارتفاع متر واحد من سطح الأرض. ماذا كنت أقول لك دوما؟ تحية ليس هكذا، احتفظ بها. غبي ببساطة. تعلمنا من رحلتنا أن الآلات تشبه بعضها بعضا، فهي ليست بذلك الكمال حتى الآن، ولا يتطلب هزم أكثرها ذكاء الكثير من العبقرية، ولكنها تتحسن شيئا فشيئا. ومن يعلم، فقد ينقلب الأمر ونصبح مكانها. لم أفعل شيئا.